السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتي المشاهدين أينما كنتم وعبر قناة عدن الفضائية وفي برنامجكم اليومي خلال هذا الشهر الفضيل ليالي رمضان. وكالمعتاد نلتقي بالنخب اليمنية المتواجدة في بلاد المهجر المتميزين المبدعين في العديد من المجالات. الليلة معنا الأخ الدكتور فؤاد الخطفاء، مستشار محافظ صعدة ورئيس اتحاد شباب آزال، وكذا رئيس مؤسسة أمناء التنموية الخيرية وعضوا في المنتدى العالمي للوسطية. حياكم الله دكتور فؤاد. اهلا وسهلا. يا رب الله يعطيك العافيه، تشرفنا بوجودك معنا في قناه عدن الفضائيه في برنامج الليل رمضان. حياكم الله. حياك بك. في البدايه لابد ان نتعرف عليك اكثر، قد ما جبنا تفاصيل كثيره عنكم وطبيعه عملكم وعنكم اكثر يا اخي العزيز. أسعدك الرحمن حبيبنا، شكرا لكم ولقناتكم المباركه. دكتور فؤاد الخطفاء في الاعجاز العلمي، مستشار محافظ محافظه صعده ورئيس اتحاد شباب ازل ما شاء الله، الذي انشئ قبل عام تقريبا، ورئيس مؤسسة أمناء التنمية الإنسانية أشرت في عام 2011 برعاية المناضل باسندوة في حينها، وعضو في المنتدى العالمي للوسطية ورئيس العلاقات العامة في الأكاديمية العالمية للإعجاز العلمي. ما شاء الله، فضل الله. حياكم الله، شرفنا بك دكتور حقيقة، ونفتخر ونعتز كثير أن يكون معنا ناس ما شاء الله عمالقة في الجانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. بين هذا الموضوع أود أن أعرف عن طبيعة أيضا دراستكم في الدكتوراه، تدرسوا كما يبدو في جمهورية السودان، أخذت نعم. الدكتوراه، نعم، تخصصكم في هذا المجال وكيف بدأتم؟ الحمد لله، بعد إنهاء الماجستير في 2012 التحقنا في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في أم درمان، والحمد لله البحث المقدم في القلب والعقل موضوع علمي شيق وكبير جدا. مركز التعقل في جسم الإنسان، هل القلب أم العقل؟ وما علاقتهما بالروح، وما علاقة القلب في الفؤاد، وما علاقة الفؤاد في القلب. فالموضوع كبير جدا وعلمي إن شاء الله معكم بإذن الله. الله يعافيك. في فموضوع الدكتوراه في السودان، ونحن على أعتاب المناقشة لولا الأحداث الأخيرة في السودان في القلب والعقل. جميل، ذكرتم الآن عن علاقة القلب في الروح والفؤاد وما إلى ذلك، يعني جيب لنا كذا ومضات في هذا الجانب، بعدها إن شاء الله سنرتب معكم بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، وهذا النص القرآني قبل 1400 عام. الآن ثبت علميا بعد أن زراعة قلب الإنسان، أنه عندما يزرع قلب لرجل آخر وهو بعد أن يموت الشخص، يستطيع أن يعيش قلبه 4 ساعات بعد موته، فينقل ويعطى لرجل مريض من القلب. فلما أخذوا قلب المتوفي وأعطوه لرجل المريض، أصبح الذي يعيش وكان مريضا بقلب المتوفي الذي مات بمرض غير القلب، أصبح يعيش بصفات الرجل المتوفي صاحب القلب. سبحان الله العظيم. فهذا يدل مصداقية قوله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يعقلون بها، أن القلب مركز التعقل. وذكر علماء كثير أن القلب يرسل، علماء القلب أن القلب يرسل للعقل إشارات أكثر مما يرسل العقل إليه، مما يثبت أن القلب مركز التعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. يا سبحان الله. دكتور فؤاد، يعني نود أن أيضا نتحدث عن هذه الأيام الفضيلة والمباركة، ولكل عام وأنتم بألف خير صحة وسلامة وعافية. أنتم كمان حفظك الله. يعني كيف ممكن أن نستفيد من هذا الشهر الفضيل، وما هي نصائحك أيضا في هذا الجانب مثلا في الإعجاز القرآني والعلمي؟ بسم الله. أسعدك الرحمن حبيبنا أنت والمشاهدين الفضلاء. رمضان هي فرصة ومنحة ربانية للتغيير. نعم، كلنا مذنبون، كلنا مقصرون، كلنا مخطئون، جل من لا يخطئ، جل من لا يسوء، من الذي ما أساء قط؟ نعم. رمضان فرصة أن نقبل على الله، أن نستشعر هذه الليالي المباركة، خاصة في هذا البرنامج الشيق ليالي رمضان. بارك الله. أن نرجع إلى الله، أن نطرق باب الله. كلنا لدينا من الذنوب ما لا يعلمها إلا الله، والرجوع إلى الله له لذة،
لا يعلمها إلا العارفون. في أحد عباد بني إسرائيل عبد الله 40 سنة لم يعص الله فيها طرفة عين، ثم عصى الله 40 سنة. لا إله إلا الله. ثم خاطب نفسه يوما، يا رب أطعتك 40 ثم عصيتك 40. فناده مناد من قبل الله، أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأبعدناك، ولئن رجعت إلينا قبلناك. سبحان الله. والله يحب أن يتوب العبد إليه، وأن يرجع إليه، وأن يطرق بابه، وأن يبكي بين يديه. والأحاديث كثيرة والآيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وكلنا مذنبون وكلنا يعني مقصرون. فهي رمضان فرصة للرجوع إلى الله، للإنابة، للاستغفار، لقراءة القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى كما جاء في بعض الروايات في الحديث القدسي أنه إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد من قبل الله أن هنئوا فلان ابن فلان فقد اصطلح اليوم مع الله. شرف عظيم. والمأساة والمصيبة والمشكلة أن تجد الآن أبواب الجنة مفتحة، وتجد من يريد أن يبحث عن أبواب النار. أبواب الجنة مفتوحة، فتحت وزينت في رمضان، وبعضنا وللأسف الشديد ما زال يبارز الله بالمعاصي، ما زال معرض، ما زال مذنب، يبحث عن أبواب النار. أبواب النار مؤصدة مغلقة، وأبواب الجنة مفتوحة. فهنيئا لمن أقبل على الله، وفيها ليلة خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. نعم. دكتور فؤاد الخطفاء، يعني طبيعة أيضا عملكم في بعض المؤسسات، ذكرنا في البداية في تعريف بكم عن مؤسسات تعملون فيها، وأيضا كذلك شباب أزل، لا أدري تفاصيل كثيرة عن هذا الجانب، نود أن نعرفها منكم أو نشاطاتكم. مؤسسة منال التنمية الإنسانية أشرت ب 2011 قريبا، لكن بفضل الله لدينا أكثر من 100 متطوع فيها. نعمل مستوى الجمهورية كامل ولا على مستوى محافظة الصعدة، لكن هي الجمهورية كامل. ولعل آخر مشروع بحضرموت، وكان بإشراف محافظة حضرموت اللواء البحسني، والمشروع إلى حدود 1,000,000 دولار مع المساهمة المجتمعية، والشكر موصولا للبنك الإسلامي للتنمية التي. إيش نوع هذا النشاط الذي؟ هذا مشروع شبكة مياه في حضرموت، في حضرموت مديرية الريدة والمصيعر، منطقة محافظات أم المصينعة على البحر، ليس لديهم ماء، وتعرف البحر يعني من الصعوبة أن تجد ماء قريب البحر. فكان هذا المشروع تكلل بالنجاح بفضل الله أكثر من 7,000 أسرة. ما شاء الله. هم الآن بدأوا يشربون فيه من بداية شهر رمضان بفضل الله. الله خير. ممتاز. الشكر موصول للبنك الإسلامي للتنمية على هذه المنحة، وعلى الثقة التي أعطانا إياها، ولشركة العمقي، كان في هناك نقص في المشروع تكفلوا بها، مشكورين. والحمد لله نجح المشروع، والآن المواطنين يشربون فيه بفضل الله. ما شاء الله. بارك الله فيكم، وجوه طيبة ومبادرات حقيقة تستحق كل الثناء والشكر. سنتحدث كثير معكم، حقيقة سعيد جدا بك دكتور فؤاد، ونفتخر بك كثيرا، لكن سنستسمحك في هذا الفاصل القصير. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود، بقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ليالي رمضان مع ضيفنا الدكتور فؤاد الخطفاء، مستشار محافظ محافظة الصاعدة، وذلك الرجل الذي ما شاء الله عليه لديه الكثير من الإبداعات والتميز أيضا في المجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة النبوية. الآن نشاهد معنا كتاب علمني الإسلام، نود أن نعرف عن هذا الكتاب، وهو واضح أنه من تأليفكم صح أو خاص؟ جميل. نود أن نعرف عن علمني الإسلام. هذا الكتاب بفضل الله خلال مرحلة الماجستير، أي معلومة كانت مختصرة، حتى بفضل الله ألفنا هذا الكتاب 30 درسا، قدم له القاضي محمد بن سنعيل العمراني حفظه الله. نعم. إعجاز بإيجاز، بعض المواضيع فيها 10 كتب، فاختصرناه بحيث أنه ألفته يعني قبل، كان في شعبان لجل يخرج ويكون دروس رمضانية 30 درسا متفرقة، عن فوائد الصيام، عن فوائد التمر، عن فوائد السجود صحيا، عن فوائد الصلاة صحيا، عن فوائد النوم على الشق الأيمن، عن الفوائد النوم في الظلام. نذكر الآيات القرآنية في الموضوع، الأحاديث، أقوال العلماء، ماذا قال العلم الحديث. ولعل موضوع الصيام إذا أحببت أن تطرق إليه طبيا. جميل. سيكون ذلك. ممتاز. نتحدث فيه عن فوائد الصيام طبيا. الصيام كما هو معلوم وأحبابنا وجميع يعني يعلمون ذلك أنه ركن من أركان الإسلام. نعم.
وأنه فرض على الأمم جميعا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكنه قال الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، صوموا تصحوا، حتى أنه في ألمانيا مستشفى مكتوب على بوابته صوموا تصحوا، هذا محمد العربي يعالجون بالصيام. الله العظيم. الصيام له فوائد طبية كثيرة، أنه يقوي جهاز المناعة، هذه معلومات علمية دقيقة، يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من جميع الأمراض، أنه يقي الجسم من الترسبات التي هي طيلة العام باقية، فيأتي شهر رمضان تصفية وتحلية وتنقية. حتى أنه في عام 2006 العالم الياباني سومي أخذ جائزة نوبل حول الصيام، أن الصيام يعني شبهه أنه بمكنسة تزيل الترسبات والأمراض وكل الذي جلس في الجسم خلال 12 شهر، يأتي رمضان لينظف الجسم من جميع الترسبات والأمراض، يا سبحان، ويعيد الجسم إلى حياته الطبيعية. الجسم الصيام ليس هو امتناع عن الطعام والشراب حقيقة، لكنه يعيد للجسم حياته والخلايا تعمل بشكل أطيب وأنظف، وله فوائد صحية عديدة. يكفي أنه يقوي جهاز المناعة ويقي الجسم من جميع الترسبات ومن حصيات الكلى كذلك، ويقي الجسم من أخطار السمنة، فله فوائد طبية كثيرة. فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قبل 1400 عام؟ إنه الله جل وعلا. نعم. دكتور فؤاد، لديكم هذا الكتاب، لديكم كتب أخرى بدأتم الآن تجهزوا لها وتطبعوها؟ لا، في 3 كتب بفضل الله، منها واحد رسالة الدكتوراه إعجاز بإيجاز تقديم القاضي محمد إسماعيل العمراني، كذلك الطبعة الجديدة بتقديم الدكتور زغلول النجار، ما شاء الله، والدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي، ما شاء الله، قيد الطبعة، بارك الله فيكم، بالتوفيق إن شاء الله. السمع والبصر والفؤاد، آيات قرآنية وحقائق علمية، والقلب والفؤاد، آيات قرآنية وحقائق علمية. جميل. دكتور فؤاد صعدة، حبيبة القلب وهذه المدينة، كم لكم من هذه المحافظة؟ أنا منها كثير. لك كثير. نعم. أخبار صعدة اليوم من خلال تواصلكم مع أبناء المحافظة هناك؟ والله صعدة هي جزء من الجمهورية اليمنية. نعم. ما يجري فيها يجري في أغلب المحافظات، وبإذن الله أن الفرج سيعم اليمن جميعا، وأملين في الله، نحن في شهر الخير والأمل بيد الله، والأمور طيبة والأمور إلى خير بإذن الله. ممتاز. أود أن أتحدث عن مشاركات الشباب اليوم، يعني كونك أيضا من فئة الشباب، يعني المشاركات مثل هكذا مثلا إبداعات، ويشاركوا في محافل كثيرة، أيضا كتابة كثير من يعني الكتب وتجهيزها وما إلى ذلك، يعني تحدث عن الشباب ودعمهم، كيف أنتم مثلا، أنت أنا مستشار محافظ وتندرج ضمن سلطة وحاليا جانب حكومي، كيف يتم مثل هكذا دعم هؤلاء الشباب ويعني جعلهم في صدره؟ حقيقة يعني، لكن الشباب إذا لم يكن له يعني إرادة وينطلق من خلالها، فيعني الناس ما يعرفوا، ولا هو لن يعمل شيء، يعني الناس لن يأتوا يطرقوا بابك وبيتك ويقولوا إحنا منتظرين لك، تفضل. صحيح. طيب بالنسبة لمؤسساتكم مثلا، هل لديكم مشاريع فيها خاصة لدعم الشباب؟ نعم. فلا بد أن ينطلق وأن يتحدى الصعاب وأن يتوكل على الله. لعل آخر مشاركة لنا كنا في بغداد قبل شهرين، مؤتمر عالمي، وبعدها مؤتمر في لبنان، إلا أنني كنت مشغولا فاعتذرت وأرسلت لهم بقصيدة، والحمد لله ألقيت وطبعت. نقولها القصيدة هي في الإعجاز العلمي، لا أستذكرها الآن، لكن مع ذلك سنقرأها إن شاء الله بعد إهداءكم الكتاب بإذن الله، وهذا الكتاب سنهديه لك بإذن الله. يعطيك العافية، والطبعة الجديدة سنهديك منها. الله يبارك فيك. لكن الشاهد أنه الشباب يعني لابد أن يتحدى الصعاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالشباب، يعني مرحلة الشباب إذا لم تستغلها فأنت في مرحلة ضعف. صحيح. لابد تتحدى الصعب، لابد تنطلق بإرادة قوية وعزيمة وتوكل على الله، ولا يوجد شيء مستحيل. ممتاز. واجلس مع ناس مفكرين ومع ناس وصلوا لأهدافهم، وهم سيقولون لك انطلق ولا تبالي وتوكل على الله، واسمع من الذين فشلوا أكثر من الذين نجحوا، وستتحدى الصعب، لا يوجد شيء مستحيل. نحن مستشارين تبع محافظة صعدة الواحد طرشان الوايلي كعمل يعني استشارات رسمية، لكن نحن
نعمل في مجال مع اتحاد شباب آزال الذي له من كل محافظة مسؤول ولكل مديرية مسؤول، ومؤسسة أمنا كذلك مشاريعها مع الطاقم الذي أسسنا المؤسسة. نعمل مشاريع إغاثية بفضل الله، لدينا مشروع إغاثي في رمضان، والمشروع الذي ذكرناه سابقا بحدود $1,000,000، يعني مبلغ ليس بسيطا، ومشروع بفضل الله قد أنجز وقد أتي ثمرته. فالطاقة إذا لم نستغلها أهدم. دكتور فؤاد، يعني الجانب الإغاثي وما إلى ذلك معروف تماما، كثير من المشاريع هذه نعرفها، لكن ودلنا نتحدث عن المشاريع الخاصة التي تطرق على العقول والقلوب وتغير أيضا من الأفكار، خاصة اليوم وجدنا في صعدة مثلا كثير من الأفكار المغلوطة التي يعني أثرت على عقول شبابنا هناك بسبب وجود هذه الجماعات المتمردة، بالتالي أثر كثير عن فكر ونضوج هؤلاء الشباب. فهل هناك برامج مثلا خاصة ومشاريع لتصحيح أفكار وتصحيح مسارات الشباب؟ جزيت خيرا حبيبنا. نعم، في مشاريع تدريبية وتأهيل ومشاريع علمية، شجعنا طلاب علم وأعطيناهم مناهج، دربنا طلاب، يعني بعضهم يدرس في تخصص واحد فيخرج من هذا التخصص بالمعلومات التي درسها. فنحن يعني بدورنا كمؤسسة أمنا وكاتحاد شباب آزال لدينا برامج شبابية كتدريب كتأهيل كزيارات ميدانية كتوصيات كلقاءات عامة، ك يعني ما يقضي العقول. ممتاز. كما أسهمت موفقين، جزاكم الله كل الخير وبالتوفيق دائما دكتور فؤاد، وإن شاء الله نعود مجددا إلى أرض الوطن ونزور صعدة ونزور إن شاء الله ونزوركم هناك وبعد أن تستقر البلاد. نحن إن شاء الله في الانتظار من الآن إن شاء الله. الله يعطيك العافية ويكون ما شاء الله من أكلكم الطيب الرمان والفواكه الجميلة في صعدة. صعدة طيبة وستعود طيبة بإذن الله تعالى. كلمة لكم أخيرة في نهاية هذا اللقاء. أشكرك حبيبنا من أعماق القلب. الله يبارك فيك. يعني شاب متميز ورائع، جميع الشباب، لكنك متميز ما تعنيه الكلمة. أنا أبدأك رفع الله قدرك. تابع لقاءاتك وبرامجك، نتمنى لك التوفيق والنجاح. إن شاء الله نتمنى لك المباركة، التوفيق والنجاح والفرج بإذن الله لشعبنا اليمني الكريم عاجلا غير آجل. كل التوفيق لكم. دكتور فؤاد الخطفة، مستشار محافظ محافظة صعدة، شرفتنا كثيرا، تحية لك. شكرا كرام، اسم اليمن يرفرف في كل المحافل بالعالم، كل ذلك من خلال شبابنا المفعمين بروح المسؤولية والتألق، فنجدهم في المراتب الأولى. بركتم شباب اليمن. سمير السروري في الختام يقول والله لن يتعافى الوطن إلا بكم ولا بغيركم. دمتم